مساء الخير مشاهدينا، عدد جديد من السلطة الرابعة نناقش فيه هذا المساء. بعد مرور نصف ولايتها ماذا حققت حكومة سعد الدين العثماني للمغاربة؟ ألا تعبر احتجاجات الأساتذة والأطباء والممرضين والمعطلين عن ضعف الأداء الحكومي؟ وهل ستتمكن الحكومة من تنفيذ وعودها فيما تبقى من عمرها؟ أهلا بكم، نفتح النقاش بعد قليل. هل التزمت حكومة سعد الدين العثماني بتطبيق برنامجها الحكومي بعد مرور نصف ولايتها؟ ما هي القطاعات التي تمكنت فيها من الوفاء بوعودها تجاه المغاربة وتلك التي فشلت فيها؟ وما أبرز الملفات الكبرى العالقة؟ وهل ستنهي الحكومة الحالية ولايتها أم ستعجل صراعات الحلفاء بتعديل حكومي مرتقب؟ أسئلة وأخرى نناقشها هذا المساء في برنامج السلطة الرابعة مع الأستاذ عمر الشرقاوي، الأستاذ والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. أيضا معنا الأستاذ محسن إدالي، أستاذ الجغرافية السياسية. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. شكرا أستاذ على حضورك. إذن اليوم نتحدث عن نصف الولاية من عمر الحكومة، حكومة سعد الدين العثماني. أبدأ معك أستاذ عمر الشرقاوي، ما هي أهم المنجزات التي يمكن أن تحسب لهذه الحكومة بعد مرور نصف الولاية؟ طبعا اليوم إلى درنا التاريخ في شهر أبريل كان تم تعيين حكومة العثماني أبريل 2017. نعم. هذه سنتين طبعا مع إلى احتسبنا ست أشهر ديال البلوكاج اللي كانت في ظل حكومة سعد الدين بن كيران، نكونوا أمام سنتين ونصف وهي نصف الولاية. هذا الأسبوع البرلمان فتح الدورة الربيعية اللي تتصادف مع التجديد النصفي للمؤسسات التشريعية. إذن نحن أمام نصف ولاية كاملة. ماذا حققت الحكومة؟ طبعا من الصعب جرد كل قضايا أو كل إنجازات اللي حققتها الحكومة. صحيح أن هناك بعض الأمور اللي هي إيجابية على أي حال، لكن القضايا الكبرى اللي كانوا تنتظروا المغاربة في مجال الصحة، في مجال السكن، في مجال التعليم ظلت عالقة. وحتى الأمور اللي جينا بلغة الأرقام غادي نتحدثوا على تقريبا 150 نص قانون ما فيهاش يعني نصوص عندها رهانات مجتمعية كبيرة، إلى استثنينا بعض النصوص المتعلقة بالمؤسسات الدستورية ولا النص المتعلق بالتجنيد ولا عدد من النصوص يعني الأخرى ما عندهاش رهانات كبيرة. لذلك ما عندناش حكومة استطاعت تعطينا يعني سياسات عمومية يصل صداها إلى المجتمع برمته. عاشت تفاصيل الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف الأعمال وتدبير المطالب اليومية وفي أقصى الحالات الحفاظ على استمرارية المرفق العام، لكن ليست حكومة برهانات سياسية كبرى. ظلت خلال هذه الولاية كلها تعاني من معضلة التجانس، تعاني من معضلة التحالف. نعم. السياسي. لذلك كان لهذا الوضع تأثير على أدائها وجعلها حكومة تصريف الأعمال تقوم بالحد الأدنى من الأداء الحكومي اللي تضمن استمرارية المرفق، وليست حكومة سياسية بمشاريع وبمنجزات كبرى. لذلك من الصعب اليوم تحدثوا على مفهوم الإنجاز المجتمعي. يعني مفهوم إنجاز لحد الآن بعد مرور نصف الولاية ما كاينش إنجاز كيف ما قلتي أستاذ الشرقاوي. الإنجازات اللي هي عادية لتدخل من ضمن الاختصاصات
الذاتية والبسيطة للحكومة هي محققة. مثل ماذا يعني هذه الإجازات البسيطة جداً؟ تدبير ديال المرافق العمومية، أداء أجور الموظفين، تسير القطاعات الحكومية، هذا الشيء راه هو كاين، ولكن ماشي هو هذا فقط المهام الموكولة للحكومة. الحكومة المنتخبة عليها أمال كبيرة في إصلاحات كبرى، إصلاح مثلا ملف التعليم. طيب هذا ملف مثلا تنقول كان هذا غير إشارة، هذا ملف اللي بدا في ديال الحكومة السابقة واللي مازال اليوم بعض الناس في الولاية راه مازال ما بديناش فيه. إصلاح استكمال إصلاح منظومة القضاء، راه عدد من النصوص اللي هي عندها دور في إصلاح المؤسسة القضائية وفي العدالة راها مازال جامدة، راها سنين والنصوص المتعلقة بالمسطرة الجنائية. طيب قبل ما ندخلوا يعني في الملفات ولا في القضايا الكبرى اللي مازالت عالقة واللي مازال يعول على الحكومة أنها يعني تتحققها في هذه الولاية العمر أو المتبقي من الولاية ديالها، مشي عندك أستاذ محسن، إذا الأستاذ تكلم على أنها حكومة يعني كانت إنجازات اللي هي بسيطة وعادية جدا في ديال يعني العمل اليومي ربما ديال الحكومة، وبأن هناك ملفات كبرى مازال في مكانها مثل الصحة مثل الشغل مثل التعليم، ما رأيك أستاذ؟ صحيح، ولكن يجب استحضار بعض القضايا عند الحديث عن هذه الحكومة. أول سمة ميزتها منذ النشأة هي البلوكاج، وأظن أن هذا البلوكاج استمر ونعيشه الآن في قطاع التعليم. هذا البلوكاج له ربما آليات لا زالت تشتغل. أولا كما قال الأستاذ وقلناها في حلقات أخرى، غياب الانسجام الحكومي، فالنشاز ربما في الأغلبية بلغ مستويات قياسية في ظل الحكومة الحالية. هناك من ظهر وطفى إلى السطح، وهناك الكواليس التي تبرز فعلا أن هناك شيء ليس على ما يرام. وأنتم تعلمون أن أي حكومة الأغلبية عايشة في تجاذبات متباعدة، بطبيعة الحال كيكون الأثر كبير على الأداء الحكومي وعلى العمل الحكومي. ما ننسوش المعارضة أيضا، حتى المعارضة لم تكن معارضة واضحة بمواقف واضحة، سواء بالنسبة لحزب الاستقلال أو بالنسبة يعني مواقف كانت متذبذبة وكان هناك شد ورد، وهذا أثر أيضا على حماية وصيانة والدفع بالعمل الحكومي إلى الأمام. بطبيعة الحال الأرقام والمؤشرات هي تختلف ما بين ما يمكن اعتباره إنجازات، حتى ما نكونش عندنا استيلاب فيما هو سلبي، ولكن هناك قضايا شائكة لا زالت، بل هناك بعض القضايا التي زادت استفحالا. المعضلة للحكومة الحالية هي الوضعية الاجتماعية، يعني وضعية التعليم، وضعية السكن، وضعية التشغيل. المؤشرات كلها تدل على أن على المستوى التدبير الحكومي وعلى مستوى الحكامة في شموليتها الأمور ما مشتش كما كان المغاربة ينتظرون وكما كان المتخصصون ينتظرون على مستوى إصلاح هذه القطاعات التي كانت وراكمت تأخرا وأزمة خانقة منذ سنوات، ولكن أيضا على مستوى الاقتراحات السياسية كما قال الأستاذ، وعلى مستوى وضوح الرؤية الاستراتيجية بالنسبة للحكومة الحالية. بطبيعة الحال هناك صعوبات، وما الاحتجاجات الحالية إلا دليل على أننا لم نصل بعد إلى تحقيق المتطلبات في هذا المجال. هذا هو يعني ربما نفس الرأي هو أنه ما كاينش إنجازات اللي هي كبيرة ومازال قضايا وملفات عالقة. ربما كان تصريح ديال السي العثماني لإحدى الجرائد الوطنية في يعني أواخر شهر يناير يقول بأنه في هذه السنة في هذا النصف الولاية ارتفع عدد التوظيف والتشغيل سواء في قطاع التعليم أو قطاع الصحة بشكل غير مسبوق، وهناك أرقام على سبيل المثال ارتفع عدد المناصب المخصصة لوزارة الصحة من حوالي 2000 منصب سنتي 2016 و2017 4000 منصب سنة 2018. شنو أستاذ التعليق ديالك ربما على هذه الأرقام؟ كاين هذه لعبة الأرقام، شي بعض المرات تتولي واحد الحيلة لتسويق إنجاز وهمي. حينما نقول الأمر الطبيعي وهو أنه في كل سنة خصك تزيد عدد مناصب الشغل، خصك تزيد الكلفة المالية لقطاع معين، هذا راه ماشي إنجاز. ما يمكنلكش بنفس الميزانية اللي كنت تسير قطاع الصحة في 1990 غادي تسيرها في 2019. يعني اللي هو عادي أنك في كل سنة تزيد الميزانية باش تزيد تغطي الحاجيات
اللي تتزاد راه كل مره تنزادوا في الحجم السكان، كل ما المطالب تتزاد كل ما، اذا راه ماشي تنديروا شي انجاز هذا كبير. لذلك انا تنعتبر هادو بعض التفاصيل اللي تعتبر تعتبرها الحكومه انجاز لأي حكومة. حتى 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 في القضيه ديال التعاقد واتساع رقعه التوظيف بالتعاقد، هذا كانت كارثه في الاول. نعم. والتدبير ديالو راه شفتوا النتائج ديالو اليوم اللي تنعيشوها اليوم في قطاع التعليم، اللي 3 مليون طفل ما يعني ربما هذا من ابرز الملفات طبعا اللي تعتبروا الحكومه اللي تعتبروا الحكومه انجاز، راه هو اليوم معضله، واليوم هو مأزق اللي يمكن يكون عنده تداعيات اكثر من اللي تنشوفوه الان. لذلك يكفي انه 3 مليون اليوم يعانون من 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 الهدر المدرسي. لذلك الحكومه ما تنقولوش بانها يعني ما حققت حتى حاجه، يستحيل ولا يتقبله عاقل بحال هذا الكلام، لكن انجاز او قياس اداء الحكومه هو بالنظر الى المشاريع الكبرى. شنو دارت الحكومه في محاربه الفساد؟ شنو دارت الحكومه في اصلاح المنظومه ديال التعليم؟ شنو دارت الحكومه في اصلاح او في امتصاص هاد الرقعة الكبيرة ديال البطالة؟ شنو دارت الحكومة في القضايا الكبيرة المتعلقة بالعالم القروي؟ شنو دارت الحكومة في عدد من القضايا في الاستثمار؟ هادو هما المشاريع اللي يمكن نقيسوا عليها الحكومة. نقيسوا الحكومة زادت 1 مليار ولا جوج في قطاع الصحة، طبعا هذا مجهود، ولكن عاوتاني راه تنقولوا الحكومة راه تنقص في جوايه اخرى، وراه العبء اللي كانوا اللي كان المواطن ما تيعطيهش، راه في صندوق المقاصه راه عاوتاني كلف المواطن عدد من المصاريف اللي ما كانتش شيء يديها. راه كل ما ترفع الدعم ديال منتوجات معينه ولا مواد استهلاكيه معينه الا وتيكون على حساب المواطن. شنو دارت مثلا الحكومه اليوم في منظومه الضرائب؟ الموظف اللي تيتخلص 5000 درهم وتقطع له الحكومة 30% كدا و 20% من الأجر ديالو، هذا مشكل. طيب شنو هي شنو دارت الحكومة في العدالة الأجرية؟ عندنا تقريبا 58% من الموظفين، من تقريبا 500,000 ديال الموظف، 80% عندهم 5000 درهم. الوزاره الوظيفه العموميه وتحديث الاداره اللي غادي تكون يعني لا هذه الرؤيه الاستراتيجيه غادي فيها على العداله الاجريه وعلى منين بدينا مع هذه الحكومه. هي حكومه الرؤى الاستراتيجيه، هي حكومه الخطط المستقبليه، هي حكومه اللجان الوزاريه. هذا الشيء دائما منين بدينا تنسمعوه حنا تنسمعوه. ياك سمعنا الخطه الوطنيه لمحاربه الفساد، فينا هي الخطه الوطنيه؟ سمعنا الخطه الوطنيه للشغل، فينا هي الخطه الوطنيه؟ سمعنا الخطه الوطنيه للديمقراطيه وحقوق الانسان، فينا هي الخطه الوطنية؟ واهم شيء لان هذه حكومه الخطط، هذه مخطط يعني نموذج تنموي لحد الان يعني مازال ما واجدش. لا واش دابا حنا الا غنتكلموا على النموذج التنموي غادي نوقفوا ونربعوا يدينا ونتسناو؟ راه الى حين توافق على نموذج تنموي مغربي راه عندك واحد. طيب غير نشاركوا الاستاذ في هذه النقطه. تفضل استاذ محسن الإدري في هذه النقطه بالضبط نتكلم عليها. طيب استاذ الحال هذه نقاط اساسيه في النقاش، لانه الى بغينا نقيموا العمل الحكومي الان ما غاديش نكونوا كنقولوا ما كاين والو، راه كاين امور اللي تصاوبات، ولكن غير هذا الشيء اللي تصوب شنو يعني؟ حتى المواطن كيتساءل اشنو دارت هذه الحكومه. بطبيعه الحال اظن ان في خطاب لصاحب الجلاله قال ان المغرب لا يجب ان ينمو بسرعتين، السرعه ديال الاوراش الكبرى وديال الاستثمارات الهائله التي نتميز فيها على المستوى الاقليمي، ولكن في نفس الوقت ليس هناك اسقاط على ما هو اجتماعي. هذا هو المعضله ديال الحكومه، لانه كل المؤشرات الان والشارع الان يبرز على انه فعلا القضايا الاجتماعيه لكي يشعر المواطن المغربي في الطبقات الوسطى في الطبقات الضعيفه على ان هناك تدابير انجزت وهناك رؤى استراتيجيه على ارض الواقع وليس فقط على مستوى التشريعي او على المستوى الفلسفي او على مستوى الاصطلاح، ولكن على مستوى الممارسه التطبيقيه اظن اننا لا زلنا يجب ان نبذل مجهودا كبيرا. انا دائما اعود الى ان
عدم الانسجام الحكومي دليل من البيت الداخلي للحكومه. طيب غادي نتكلموا على عدم الانسجام. اذا سمحتي لي غير نكمل هذه. دليل على ان هاد الاوراش الكبرى الاجتماعيه ما خدتش الطريق ديالها، لان الرؤى متباعده ما بين الاحزاب المشكله للاغلبيه. يعني نتائج ربما نتائج هاد التماطل العمل الحكومه والعدم انسجام التحالف الحكومي ربما هو اللي خلى هاد الاحتجاجات بشكل كبير خلال هاد الحكومه، خلال هاد الولايه، احتجاجات الممرضين المعطلين، يعني مداول الاحتياجات الخاصة، أيضا الأساتذة المتعاقدين. بطبيعة الحال إنه المواطن العادي، المواطن للطبقات المتوسطة، الأستاذ، الممرض، لما ما كيشوفش نتائج ملموسة وهناك هدر للزمن السياسي وهذا خطير، هناك هدر للزمن المدرسي وهذا خطير. نحن نرهن الان اجيال، ان هاد الاطفال اللي قال الاستاذ ديما كيقراوش، هادو راهم رجال الغادره. هاد الزمن اللي مشى لا يمكن ان نسترجعه، لانه له بعد ابعاد اخرى، ليس فقط بعد سياسي كما هو الان، لان احنا من بعد الامن الديماغوجيه ومن المصالح الحزبيه ومن تسييس هاد، احنا نشوفوه من الزاويه يعني ديال المواطن. الاساتذه المتعاقدين من يتحمل المسؤوليه برايك؟ الوزاره، يعني الحكومه بشكل عام؟ ملف الاساتذه المتقاعدين هو ملف افتقد في بدايته الى الحكامه السياسيه الناجعه، لانه هاد الناس اولا لا يمكن لاي موظف كان، سواء كان استاذ او ماشي استاذ، ان يشتغل في ظروف لا تضمن حقوقه الكامله. هناك اطمئنان لحقوقي فانا اعطي وانا انتج. اذا هذا التراكم في غياب هذه الرؤى، هذه الرؤيه، هذه الاستراتيجيه بالنسبه للاساتذه وبالنسبه للمتعاقدين انفجرت بطبيعه الحال. والان احنا امام معضله، اكبر معضله ربما بالنسبه لهذه الحكومه هي هاد الاساتذه الان اللي يطالبون بحقوقهم، واطفال ابرياء لا يدرسون ولمدة كبيرة جدا، وهذا زمان مهم جدا، لأن بعض الدول اللي هي متقدمة راه الزمان عندها شي حاجة كبيرة جدا. وحنا لازلنا كما قلت في البداية، هذا البلوكاج اللي دائما تزامن مع هذه الحكومة أثر كثيرا على العمل الحكومي، وأعطانا مؤشرات بطبيعة الحال دالة، مؤشر التعليم، مؤشر التنمية البشرية اللي قلت الآن نحن دائما في صفوف 100 إلى الوراء. هذه معضلة، لأنه لا تليق بوضعنا كبلد وبالمنجزات على مستوى الأوراش الكبرى كمبنى. لأننا كنشوفوا دول أخرى أقل منا أو كانت أقل منا في الترتيب وتجاوزتنا، فما ما 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 لا نستوعب بالمقارنة مع الإمكانات البشرية ومع الخيرات اللي في هذا البلد أن تكون المرتبة ديالنا في مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا تحدثت عن النموذج الجديد التنموي الجديد. أظن أن هذا النموذج راه إلى ما كانتش هذه القطاعات الآن التي تعيش أزمة راه ما يمكنش نوصلوا ليه، لأنه النموذج لا يمكن بناؤه إلا في ظل وضعية اجتماعية سليمة، وضعية اجتماعية لها وضوح رؤية، ليس فقط على المستوى السياسي ولكن على مستوى الحكامة السياسية وعلى مستوى التدبير لكل من له بطبيعة الحال، لكل الفرقاء اللي كيشتغلوا في القطاع الاجتماعي تعليما كان او صحه. قبيله استاذ عمر الشرقاوي تكلم بانه في خلال هذه الحكومه كاين فقط رؤى ومخططات واللي هي يتم الحديث عليها، ولكن مازال ما شفنا حتى شي حاجه، مازال لا تطبق على ارض الواقع، وما بقاش يعني في عمر الحكومه. واش غادي يطبقوها ربما الحكومه المقبله من بعد ام ماذا استاذ عمر؟ لا طبعا دابا هذه الحكومه يمكن من احد المميزات الخطاب ديالها هو هذه اللغه ديال الاستراتيجيات الوطنيه، الخطط الوطنيه، اللجان الوزاريه، لجان التنسيق. هذا كاين واحد التضخم كبير، لكن راه المعضله وشار ديال الاستاذ، راه المعضله المغاربه قل ما شئت، ولكن كيفاش يوصل داك الشيء الى جيوب وموائد وبيوت وحسابات المغاربه؟ أنا دابا هذا هو الجدوى من السياسات والجدوى من الحكومة والجدوى من البرلمان. شنو هو كيف تتحسن وضعية المواطن؟ نعم. لذلك ما تهموش هو تكلم له على الخطط، هذاك دورك أنت كمدبر، ولكن ما يهم المواطن هو أن تصل آثار تلك الخطط إلى بيته وإلى جيبه. لحد الآن أش وصل من هذه الخطط إلى جيوب المغاربة؟ لا أظن كاين هناك مشروع اتفاق نتمنى ان يصل الى نهايته، وهو العرض اللي قدمته الحكومه رغم الهزاله ديالو، ولكن على الاقل اليوم كاين عرض ربما قد يحظى بموافقه النقابات. هنا تنقولوا بانه بالفعل الحكومه وصلت الى نوع من
التوافق السياسي وقدمت شي حاجة للمواطن بعد 8 سنوات عجاف. نعم. على الأقل المغاربة يمكن الموظفين والقطاع الخاص يستفدوا من واحد الزيادة ومن واحد الزيادة على التعويضات ديال الأولاد. إذا على الأقل هذا الشيء اللي تيبغيو المغرب. فاش غنتكلموا على الصحة ما كيف أو ماذا استفاد المغاربة من الحديث على المخطط الصحة 2025؟ ماذا استفاد المغاربة من مخطط 2030 دلما؟ وبعض المناطق احنا غادي نوصلوا لها في الصيف ستعاني العطش وغادي تعاود تنتج لنا التوتر وتنتج لنا الاحتجاجات وكذا. وهذه ماذا وصل للمغاربة في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في مجال الحكمة الأمنية في مجال المنظومة ديال الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية ديال المواطنين؟ فاش نتكلموا غير على الحقوق الاجتماعية راه تحصل حقه غير في الصحة في تعليم جيد في كذا. إذن راه هذا هو اللي تنتكلموا عليه. يمكن الحكومة تتكلم ولكن دابا اليوم ولات سياسات الخطابات. عندنا عدد من الاستراتيجيات ومن الخطط ولكن معضلتها ما تتوصلش للمواطن. كاين واحد الحاجز ما بين الخطاب في الرباط وما بين الواقع في المغرب العميق. هذا هو معضلتنا اليوم. ماشي مشكلة في القوانين وفي الاستراتيجيات وكذا. داك الشيء اللي في التلفازة اللي تيكون في الرباط والدار البيضاء تيبداو يشوفوه الناس في أقاليم وفي جبال تيقولوا ما عندنا حتى علاقة بهذا الشيء اللي تيوقع. نعم. طيب غير أستاذ تكلمتي على ملف الحوار الاجتماعي اللي كان ربما كانوا الجلسات واقفين مؤخرا ربما كان لقاء مع وزارة الداخلية يعني ما كانش حاضر حتى الأطراف اللي كانت معنية بالحوار الاجتماعي وهذا الشيء الدولة توسيط إعلام بشكل وهذا معضلة أخرى. نعم. لأنه كما قال الأستاذ احنا عندنا تنشعروا بأنه الحكومة ماشي يد واحدة. الحكومة فيها عدد من مشتتة يعني مصابة بحالة من الارتخاء. كل ما تدخل الفاعل الحكومي اللي عنده الطابع السياسي إلا وأفسد قضية التوافق. ولذلك كان المخرج الوحيد وهو يتبعد الفاعل السياسي مع العلم أنه هو اللي خصو ينتج الحلول هو اللي خصو يوجد أجوبة للمشاكل المعروضة وتحملت العبء وزارة الداخلية ووصلت إلى 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 توافق. الاتفاق جرى داخل مقر وزارة الداخلية. نعم. تحت رعاية وزير الداخلية. ورئيس الحكومة تحول إلى متفرج ووزير يعني الشغل كذلك إلى متفرج وهو معني بشكل مباشر. لذلك والتي يبان بأنه أين هي مراكز القوة وأين هي مراكز التي يمكن للنقابات والفاعل الاجتماعي أن يراهن على الاتفاق معها. لأنه كان دائما تخوفات من الفاعل السياسي. راه حكومة بن كيران 6 سنوات وهي تدي الحوار الاجتماعي بدون نتائج. بدون نتيجة. واليوم مرات 2.5 سنين لكي نصل إلى مشروع لا ندري مآلته فيما بعد ولكن على الأقل اليوم أمامنا عرض يمكن يكون مقدمة لنوع من تخفيف هذا الاحتقان يعني المتزايد في في النسق الاجتماعي. أستاذ في إطار واحد الإضافة بسيطة هو أن هذه القراءات اللي كنديروا دابا ربما لهندسة الحوار الاجتماعي كيف ولات الآن في بلادنا لا يجب إغفال 3 أمور أساسية. أولا الوضعية كي قال الأستاذ أزمة الخطاب. نحن نعيش أزمة خطاب يعني شمولي يعني أزمة خطاب سياسي أزمة خطاب نقابي أزمة خطاب اجتماعي أزمة خطاب حتى على مستوى العلاقة ما بين الأب وأطفاله. هذا مرتبط بالعولمة مرتبط بالتحولات التي تعرفها المجتمعات ومنها المغرب الذي لم يسلم من هذا. أزمة الخطاب شفناها في تواصل بعض السادة الوزراء في بعض محطات الأزمة وخرجاتهم غير محسوبة والتي كانت إما عفويا أو لكن لم تحسب لها بالشكل هذا وأدت إلى نتائج سلبية. ثم هناك قراءة أخرى
وهي أن البنية ديال النظام الحزبي في بلادنا بدأت تعرف بعض الارتجاجات، خصوصا وأن الآن المواطن اللي كان هو الفاعل السياسي في السبعينات وفي الثمانينات ما بقاش. لماذا؟ لأنه الآن هو يطلع على تجارب أخرى في بلدان أخرى، وبالتالي وقع له نوع من الانفصام في اتخاذ القرارات. الآن ربما في السبعينات وفي الثمانينات كان اللي في اليمين في اليمين، واللي في اليسار في اليسار، واللي في الوسط في الوسط. الآن هناك انتقالات فجائية، وكأننا في لعبة سياسية حركية وتؤثر على اتخاذ القرار السياسي في وقت يتطلب من السياسي الموقف الحازم. ولو نخسر أنا نكون في الحكومة، ولكن كان بقى عندي واحد الخط باين وعندي قرار باين، وهذا مع الأسف بقينا كنشوفوا ما كاينش. طيب ثم لا سمحتي لي غير في الثالثة وغادي نخطب الثالثة، وهو أن هاد عدم الانسجام الحكومي بلغ مداه اللي طيب غير بعد الفاصل أستاذ، هو هذا المحور اللي غادي نتكلموا فيه، هو هاد غياب الانسجام الحكومي اللي ربما يدل كيف ما قلتي وكيف ما قال الأستاذ على هشاشة الحكومة. بعد الفاصل غادي نتكلموا في هذا المحور، بقوا معنا مشاهدينا في برنامج السلطة الرابعة. مساء الخير من جديد مشاهدينا في الجزء الثاني والأخير من برنامج السلطة الرابعة، ونناقش فيه هذا المساء. بعد مرور نصف ولايتها، ماذا حققت حكومة سعدين العثماني للمغاربة؟ ألا تعبر احتجاجات الأساتذة والأطباء والممرضين والمعطلين عن ضعف الأداء الحكومي؟ وهل ستتمكن الحكومة من تنفيذ وعودها فيما تبقى من عمرها؟ نعود مشاهدينا لمواصلة النقاش مع الأستاذ عمر شرقاوي، الأستاذ المحلل السياسي، والأستاذ محسن إيدالي، أستاذ الجغرافيا السياسية. إذن قبل الفاصل أستاذ تحدثت على غياب الانسجام الحكومي، واللي ربما هو السبب المباشر في تأخر الأداء والعمل الحكومي بشكل أساسي. برأيك ما الأسباب أستاذ؟ ربما نعتبرها آليات، من الآليات التي عطلت وصول إلى عمل حكومي كما يعني. لماذا غياب الانسجام داخل الأغلبية الحكومية منذ تشكيلها، يعني منذ تعيينها هناك غياب الانسجام وهناك صراعات ما بين الأحزاب المشكلة الأغلبية؟ أولا ما ننسوش الطريقة التي تشكلت بها الحكومة، يعني كان هناك بلوكاج أول، ثم كان هناك بلوكاج ثاني، ثم إلى غير ذلك. هناك تباعد ربما في إطار صراعات سياسية بين لها امتداد ايديولوجي، لها امتداد سياسي، بعض الاحيان سياسوي، علاش ما نقولوهاش حتى هو. وهذا بطبيعه الحال ادى الى ان الانسجام في حد ذاته ما كاينش، هو مستمر الى الان. وفي كثير من المحطات يطفو الى السطح عدم الانسجام الحكومي ما بين الاحزاب المشكله للاغلبيه. ولكن انا اركز دائما لانه لا يجب فصل الحكومه والاغلبيه عن المعارضه، لان معارضة قوية تعطي حكومة قوية، تصحح الحكومة إن هي. ولكن أحياناً تكون المعارضة من داخل الحكومة. هذا هو اللي كاين دابا للأسف. يعني المعارضة دور واضح، لكن الأغلبية الحكومية اللي خص يكون عندها انسجام واتفاق على ربما رأي واحد وعمل مشترك، يكون معارضة داخل، وهذا الشيء بالنا ربما مؤخراً في قانون الإطار. بطبيعة الحال، وهذا اللي كان نقوله الآن، هو أن هاد عدم انسجام الحكومي أعطانا واحد الارتخاء إن صح التعبير، واحد عدم القدرة على تصريف أو على اتخاذ قرارات سياسية في الوقت اللازم وبالجرأة السياسية اللازمة. وبالتالي احنا شفنا في الحوار الاجتماعي كيف أنه انتقل من رئاسة الحكومة إلى وزارة الداخلية، هذا له قراءات متعددة جدا. ولو أن الحكومة خرجت بأنه هذا عادي، ولكن ليس عادي من الناحية السياسية ومن القراءة السياسية، لأنه قراءات تدل على أنه ربما طبيعة الحال رئاسة الحكومة لم تستطع أن تصل مع المعنيين بالأمر إلى اتفاقات في إطار الحوار الاجتماعي، وبالتالي ظل هاد الأزمة في إطار الحوار مستمرة إلى وقتنا الراهن. وهذا ترجمه الشارع سواء في التعليم، سواء في الصحة، سواء في السكن، سواء في التشغيل إلى غير ذلك. ثم تباعد بطبيعة الحال الفئات الاجتماعية
غياب عدالة ترابية، وهذا ركزنا عليه في حلقات أخرى، غياب العدالة الترابية يفضي إلى هذه التوترات التي نجدها ما بين المغرب العميق وما بين باقي التراب الوطني، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن لا يزيد إلا ضغطا على 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 الحكومة الحالية. هذا هو القراءات التي أستاذ عمر الشرقاوي في نفس الإطار، يعني لماذا غياب الانسجام داخل الحكومة منذ تشكيلها، يعني نصف عمر الولاية وما زال يعني نفس لا، هناك أسباب اللي هي قانونية ودستورية لا تسمح بأن نكون أمام انسجام حكومي أو ائتلاف حكومي يعني متجانس متفاهم تسوده أو متفق على القضايا الكبرى. طبيعة نمط الاقتراع والقوانين والمنظومة الانتخابية لا تساعد على فرز أغلبيات متجانسة. النص الدستوري لا يسمح بمنح الفرصة لتحالفات سياسية من أجل تشكيل الحكومة، هو يمنح فقط الحزب المتصدر سلطة تشكيل الحكومة دون إمكانية فتح سيناريوهات وإمكانات وخيارات أخرى. وكاين ما هو مرتبط بالتاريخ المعيش ما بين الأحزاب السياسية. لا ننسى أن ما نعيشه اليوم هو عنده يعني التأثير دياله والمشاكل دياله بدأت منذ تشكيل حكومة عبد الله بن كيران، عنده إرث منذ 2012 منذ تشكيل الحكومة الأولى. واللي تطور مع البلوكاج ديال 2016 واللي استمر مع هذه الحكومة. لذلك نفس الأمر عدم وضوح المواقع بالنسبة للفاعل السياسي. حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة، حزب العدالة والتنمية أكبر معارض للحكومة بالضبط. المعارضة ينبغي أن تعارض الحكومة، المعارضة تحولت إلى أكبر داعم لقوانين الحكومة. المعارضة توجد في الحكومة، والمعارضة تحولت إلى يعني خليط واحد الصورة واحد الصورة يعني غريبة في المشهد السياسي. ما يمكنش نتسناو إنجازات من هذه الحكومة. لذلك راه ماشي غير في قانون التعليم أو في القانون الإطار ديال التربية ديال قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، لا راه كانت في قوانين أخرى ظهرات، قانون النيابة العامة وقع فيه البلوكاج، قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان. المجلس الوطني راه مصطفى الرميد هدد باستعمال المادة 103 من الدستور، اللي هو أنه هذاك القانون غادي تربطوا الحكومة بالثقة بها. نعم. وشكون اللي كان تيعارضوا؟ حزب العدالة والتنمية. لذلك راه حنا ما يمكنش نكونوا مع حكومة، أو ما يمكنناش ننتظروا من حكومة يعني إنجازات وإصلاحات كبرى وهي ما قدرش تصلح حتى بيتها الداخلي. يستحيل حكومة منذ الصباح إلى المساء في حرب وإطلاق نار متبادل يمكن تحقق المغاربة شي مشاريع كبرى. لذلك استمرنا في عامين ونص وحنا الأزمة وتجاوز الأزمة من أجل خلق أزمة لتجاوز الأزمة، والأمر هكذا. ويكفي النظر إلى ميثاق الأغلبية وتتشوف الأغلبية لا تحترم ذلك الميثاق، لا في الاجتماعات ديالها، لا في الخارجات ديالها، لا في كذا. إذن نحن أمام كائن سياسي يمكن أن تطلق عليه أي شيء إلا أنه حكومة، وتجمع للوزراء، تجمع لأشخاص لا يربطهم أي شيء، لكنه ليس ائتلاف سياسي، ليس تجمع حكومي كما هو متعارف عليه في العالم. هو نوع من الجماعة اللي مدبرة المغرب على مستوى السلطة التنفيذية، جماعة من الوزراء ليس إلا. طيب قبل أستاذ تكلم حتى على المعارضة، ويعني قال بأن معارضة أيضا ضعيفة
لماذا؟ طبعا احنا امام معارضة مثل الماء، لا لون لها ولا طعم لها ولا شكل لها، معارضة لا نعلم ماذا تقوم به. الى خدنا حزب الأصلة والمعاصرة وهو الحزب الثاني في المغرب، عايش مشاكل غير داخلية، حروب واقتتال داخلي منذ رحيل امينه العام السابق الياس عماري، ومنذ تولي بن شماس وهو الاقتتال، تيار بن شماس تيار خشيشن، هذا تيار. كيفاش يمكن تنتظر من حزب الاول في المعارضه يمكن يقود المعارضه؟ هذه وظائف دستوريه كبيره، ما يمكن لكش تقوم بها الى انت ما قادرش تسوي وضعيتك الداخليه، وفاقد الشيء لا يعطيه. نعم. طيب استاذ، يعني في ظل هذا الوضع، هذا هشاشه الحكومه، واش الحكومه ستكمل ربما الحاليه ولايتها، اما ممكن يكون تعديل حكومي مرتقب؟ لا، انا ما تنعتقدش بانه الحكومه ما غتكملش. انا تنقول بان هذه الحكومه هناك مؤشرات انها غادي تكمل في ظل هذا الوضع، في ظل هذه الهشاشه اللي هو موجود. بالنسبه لنا سياسيا ما نبغيوش نطيحوا في التجارب ديال بعض الدول، ديال كل مره تتغير حكومتها بحال تتغير ملابسها وسياراتها. حنا بغينا حكومه اللي تكمل الولايه ديالها. هذه فيها تتعيش مشاكل، تتعيش ازمات، يمكن يكونوا عدد من المداخيل، تعديل حكومي ماشي جوهري، يمكن يهم بنيه الحكومه، الهندسه ديال الحكومه، بعض الوظائف اللي تثبتت بانها ضعيفه، بعض القطاعات الحكوميه بحال التشغيل، بحال الصحه، بحال هادو قطاع ديال التكوين المهني، هادو بان بانهم حضورهم كغيابهم، وبان بانهم ما تيقدموا حتى شي قيمه مضافه. كتاب الدوله 12 كتيب دوله، سيارات الحكومه مهترئه، ان تحمل معها 12 كتيب دوله لا أظن بأنها يمكن تسالي توصل للمحطة الانتخابية ديال 2021. لكن هذه الحكومة من مهامها أنها خصها تستمر. نعم أستاذ، برأيك الحكومة الحالية هل ستواصل، ستكمل ولايتها؟ ربما ننتظر التعديل، يعني تعديل بعض القطاعات اللي كتعيش أزمة، هذا عادي في أي حكومة ربما، لأنه غير كيوصل مستوى الأزمة إلى مستويات قياسية ربما الحل هو في التعديل الحكومي. ولكن يجب أن ننظر إلى المسألة من زاوية أخرى، وزاوية هو كيف الآن ندبر، كيف على الحكومة أن تدبر المرحلة القادمة. هذا هو بيت القصيد الآن، لأنه ما يمكنش هذه الأزمة التعليم تستمر، لأنه نحن نرهن أجيال، ونحن أمام مسؤولية كبيرة جدا لهذا البلد. إذن التعديل الحكومي يبقى وارد بالنسبة للقطاعات اللي كتعيش أزمة، ماشي إشكال، ونشاهده في كثير من الحكومات. لكن أنا أركز على ما العمل الآن في ظل الوضع المتأزم الحالي، وأركز خصوصا مثلا على التعليم، لأنه ما خصناش نقبلوا أن هذه الوضعية تستمر، وما خصهاش تبقى من زاوية سياسية فقط، بل هذا يعني هذا مستقبل أجيال، مستقبل بلد، لأنه يجب أن نتخذ قرارات سياسية، قرارات ناجعة للتغلب على هذه المعضلة، لأنه هدر لا يمكن استرجاعه بالنسبة لقطاع التعليم. الزاوية الأخرى التي يجب أن ننظر إليها، وأشار إليها الأستاذ الشرقاوي ضمنياً، وهي البيت الداخلي للأحزاب، للتنظيمات الحزبية. كفانا من هاد البنية الآن، اللي ولينا ما كنعرفوا شيء، الحزب من الداخل ديالو واش هو وحدة قائمة لها اتجاه سياسي ولها رؤية سياسية، ولا هو واحد المجموعة من الناس اللي كلهم منين كيجبد كلهم ما عارفينش. خص وحدة الحزب تبان في إطار العمل السياسي اللي كيضمن لك فلما تكون الاقتراع، وخصنا نشتغلوا على الاقتراع وعلى الثقافه الحزبيه في المغرب والثقافه الانتخابيه اللي حتى هي عندها ازمه وخصنا نشتغلوا عليها، ولكن على الاقل كيعطينا اغلبيه واضحه وكتعطينا معارضه واضحه. النقاش تكلمتوا بانه الهشاشه الحكومه هي السبب ديالها هو هذا انعدام التجانس ما بين الاغلبيه الحكوميه، كيفاش ممكن اليوم هذه الاحزاب تخلى على المواقف ديالها من اجل يعني مصلحه الوطن ولا المصلحه العليا للبلاد، من اجل يعني الاتفاق على راي واحد للعمل المشترك؟ هو
هو ليس من السهل في ظل الوضع الراهن، ليس من السهل. لماذا؟ لأن هناك تباعد كبير في داخل الأحزاب نفسها، المشكلة للحكومة، وداخل الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي. يعني برأيك سيظل سيستمر الوضع على ما هو عليه دائما، يعني مع الأسف كل المؤشرات وترشقات ما بين الأحزاب المشكلة الأغلبية، مع الأسف كل المؤشرات تدل على أنها الصراعات لا زالت قائمة، سواء قال الأستاذ في حزب العدالة والتنمية ولا في حزب أحزاب أخرى. لهذا الشيء داخل الأحزاب، ولكن داخل وداخل الائتلاف الحكومي أيضا، لأنه تحصيل حاصل. لما ما يكونش عندك انسجام في وحدة الحزب المشكل للحكومة، فهذا يتم إسقاطه على العمل الحكومي. والتوترات اللي كاينة الآن بالمؤشرات ديالها خير دليل على ذلك، لأن الشارع هو اللي كيحكم. الآن هناك طبيعة الحال توترات في قطاعات حساسة وقطاعات اجتماعية، هي انتظارات المجتمع المغربي من هذه الحكومة. هي الانتظارات، ما خصناش نقارنوا راسنا مع دول اللي عندها انتظارات اخرى. الخصوصيه المغربيه خصنا نستحضروها. شكون حنا المغاربه؟ شنو هي المؤشرات ديال التعليم ديالهم؟ شنو هي المؤشرات ديال الصحه ديالهم؟ شنو هي المؤشرات ديال السكن ديالهم؟ التشغيل هذا يجب استحضاره في اي بنيه وفي اي عمل حكومي. وبالتالي الى ما استحضرناش الخصوصيه ما يمكنش نجاوبوا على هذا التساؤل، اللي مع الاسف كل المؤشرات تدل على ان ما كاينش ذاك الانسجام اللي غادي يعطينا نتائج ملموسه في القريب العاجل. نتمنى في هذا ما تبقى أن يحصل هذا الانسجام، وأن تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة وعلى المصلحة المصالح السياسية أو السياسوية الضيقة. هذا هو ممكن أستاذ، يعني هذا الشيء اللي قال أستاذ، يعني ممكن أن المصلحة العليا للوطن تغلب على هذه التراشقات وهذه الصراعات داخل الائتلاف الحكومي؟ لا طبعا، شوف فرق ما بين الرغبات وما ينبغي أن يكون وما هو كائن. كل الأحزاب السياسية والقادة ديالها يقولوا بأنه المصلحة العامة للوطن والمصالح المواطنين وكذا، هذا خطاب. يعني الخطاب والطبقة العليا اللي كل واحد تسوقها. لكن على مستوى الواقع هناك محاولة لردم كل هذه القناعات ويعني إلغائها وإنهائها. الممارسة تقول عكس ذلك. عدد من المصالح أو اللي ستوقف عليها مصالح المواطنين موقفة بسبب صراعات سياسوية، بسبب يعني الجري وراء ربح نقاط سياسية وانتخابية. الهوس ديال الفاعل السياسي كل يوم بأنه يسجل نقاط وبأنه يربح زبناء انتخابيين وبأنه يربح شوية ديال الشعبية، تجعله أنه ما يكونش وضع في الحسابات ديالو مصلحة الوطن، مصلحة الحزب أولا. نعم. وهذا هو الواقع. وخا تقول لي مصلحة الواحد، راه الممارسة تقول أنك في مصلحة الحزب. اليوم درنا درس دورة استثنائية في البرلمان، ودورة استثنائية هذه منصوص عليها في الدستور في المادة 66، واتفقات الحكومة كاملة مع الأغلبية ديالها مع المعارضة على عقد دورة استثنائية، والضرب جدول أعمال الدورة الاستثنائية اللي هو المصادقة على قانون الإطار. نعم. وجاء قانون الإطار وما داش في الدورة بسبب لايف ديال رئيس حكومة سابق. بالضبط. وطاح القانون، ولا قانون يهم 7 ملايين ديال التلاميذ، وتيهم 300 ألف رجل تاني. يعني لهذه الدرجة خرجت عبد الإله بن سلام تؤثر على سيرورة العمل الحكومي؟ خرجت لأنه عندنا حكومة هشة، لأن عندنا حكومة الكارتون، لأنه ما عندناش حكومة إلا قررت سياسة عمومية خصها تمشي تنفذها. لا يعقل أن قانون إطار داز في مجلس وزاري أمام الملك، وداز في مجلس حكومة دون أن يكون اعتراض عليه. نعم. وأحيل على البرلمان، واتفق رؤساء الفروق مع رئيس المجلس على نوع من التوافق على بعض المواد الخلافية خصوصا لغة التدريس. نعم. ويخرج رئيس حكومة سابق في 10 دقائق يطيح إريباتي كله. غنكونوا أمام العبث. نعم. لأنه ما غيصلح لنا نديروا كاع هاد المؤسسات. ولماذا يصلحوا البرلمان؟ ولاش تصلح هاد الحكومة إلى غادي يبقى يخرج واحد؟ الأهون أن يمر قانون، أن يمر قانون فيه مساوئ، ولكن يمر بطرق مؤسساتية وتحترم مؤسسات الدولة، على أن يعدل ولو كان المضمون ديال التعديل جميل بطريقة عشوائية. نعم. لأنه إحنا ف
في آخر المطار فرا مع دولة إلا غادي نحترموا هذه المؤسسات راه غادي نحترموها. نهار مرر عبد الإله بن كيران قانون التقاعد، هل كل الناس كانوا يرغبون في قانون التقاعد الذي يرفع من سن التقاعد وتزيد المساهمة المتقاعدين ويقلص من عائداتهم؟ هل كان كل متفق؟ لكن هو دائما يدعي وينتشي بأنه مررها عبر المؤسسات دوزها في الحكومة وصدق عليها البرلمان. لذلك خصو يخلي المؤسسات تخدم، ولكن ماشي العيب في رئيس حكومة سابق، العيب أنه تحول إلى مرجع، إلى آية من آيات الله السياسيين في المغرب، يقول كلاما فيسقط الحكومة وفيسقط قوانين. نعم. رغم أنها مرت في مؤسسات. وهنا المعضلة، هنا المشكل، هو هذا المشكل، أنه دار دورة استثنائية دستورية وتسقط بسبب لايف. هنا فين كاين المشكل؟ طيب. أننا أمام مؤسساتين. طيب أستاذ، يعني في هذا الزمن المتبقي من عمر الحكومة برأيك، هل الأحزاب الحكومية ستركز على تنفيذ برامجها اللي وعدت بها المواطنين، أم أنها ربما ستركز أكثر على الحملات الانتخابية السابقة الأولية؟ بيني وبينك، الحكومة تدرك أن مشروعية الإنجاز ليست مقياسا لتصويتي عليها. الحكومة تتعرف بأنه اللحظة الانتخابية ما تتحطش سجل الحكومة باش نصوتوا في الحقيقة، وأن هناك وضعيات أخرى هي التي تساهم في تغيير ميولات الناخب في آخر دقيقة، إما بسبب المال السياسي، إما بسبب العمل الإحساني أو الديني أو العائلي أو العرقي أو كذا، بعض الأمور اللي هي تتحكم. واش تعتقد بأنه مثلا الكتلة الصامدة ديال حزب العدالة والتنمية غيمكن تصوت لغير حزب العدالة والتنمية بالرغم من القرارات الفاشلة؟ هي عندها مبدأ انصر أخاك فاشلا أو ناجحا، نعم، وانتخب أخاك فاشلا أو ناجحا. لذلك ما غيكونش هذا الهاجس عند هذه الكتلة اللي هي مستقرة. الكتلة المترددة أو اللي تتشارك ولكن يمكن يتغير الميولات والتوجهات ديالها بعداد من العناصر، لكن الكتلة الكبيرة وهي المخيفة وهي الكتلة الصامتة اللي تتجاوز ثلثي الكتلة الناخبة. وحنا راه تنمشيو نصوتوا في انتخابات ديال 2016 راه صوتوا 6 المليون، ولكن راه عندنا 22 مليون يحق لهم التصويت. طبعا ماشي كلهم مسجلين، مسجلة 15 مليون، ولكن راه عندك كتلة صامتة. وتما في طيب، ولكن مثلا المواطنين كيف ما قلنا بان المواطن ما شافش شي حاجه اللي هي ملموسه، ما وصلتوش عن عن عن, عن يعني عن قرب، فكيفاش غادي تيق مازال في هذه الاحزاب؟ راه الحكومه السابقه لم تحقق الكثير وانتجت الكثير من الخطاب، ومع ذلك فازت المكونه ديالها، فازوا في انتخابات. اذا ما تعوليش على انه غادي يكون عندنا انتخاب عقابي، حالة تجري في الأنظمة أخرين انتخاب عقابي. يعني أحزاب الحكومة ستواصل نفس المسير في هذا الزمن المتبقي برأيك أستاذ؟ والجواب نسبيا نعم، لأنه الخريطة السياسية في بلادنا تفرز وفق معطيات تخصنا، يعني لا زال هناك استعمال المال، لا زال هناك العائلة، لا زال هناك عدد من الأمور التي تتدخل لفرز. طبيعة الحال آخر انتخابات تبين على أنه ما يسمى بالحزب الأبيض أو بالكتلة الصامتة أو باللي ما مشاش يصوت، النسبة ديالو كبيرة جدا، يعني لو أنه قرر المشاركة لغير من الخريطة السياسية. ولكن هذه الخريطة ما مرتبطش فقط بهذا، بل مرتبطة بما تريده الدولة. يعني بعض الأحيان نحن لازلنا في بلادنا ما وصلناش لذلك الانتخابات اللي هي 100%، يعني 100% نتركوها للناخبين، لأن هناك اعتبارات أخرى، اعتبارات مرتبطة بما نريده في إطار التقطيع، في إطار إلى غير ذلك. هل سنصل في الانتخابات القادمة إلى تجاوز هاد الواقع الانتخابي في بلادنا؟ لا أظن، إنه مسألة ثقافية،
والاشتغال على الورش الثقافي سواء كان في السياسة أو في غير السياسة يتطلب وقتا طويلا، وكل المؤشرات تدل أن الأمور ما تطورتش بزاف، يعني مازال ما وصلناش لذاك النخيب اللي غادي يقتنع بالبرنامج الانتخابي، والحزب اللي غادي يحترم البرنامج الانتخابي، واللي غادي يكون الاحتكام إلى هذا البرنامج الانتخابي. يعني مازال أمامنا وقت طويل، مازال أمامنا اشتغال كبير على أساس أولا تنظيف الأحزاب السياسية باش يكونوا فعلا المناضلين السياسيين لهم رؤية سياسية وليست رؤية مصلحية. ولو نختلف معك لأنه الأحزاب كتختلف، ولكن أنا أدافع عن رأيي، وهذا الاختلاف الرأي هو الذي يعطي القوة للعمل الحكومي وللرؤى الاستراتيجية السياسية. مع الأسف نحن نفتقده الآن. ففي الانتخابات كتجد الحملات الانتخابية تلقى بحال تقريبا، ليس هناك اختلافات كثيرة، وابتداء كذلك في البرامج ليس، إذن مازال ما وصلناش لهذا المرحلة. ولكن المهم هو أن البرامج بدأت تطبق، لأن هي كاينة برامج، ولكن بطبيعة الحال ثم المواطن ينتظرها ولا تطبق، وهذه معضلة. لأنه البرنامج ما عمره يتطبق، لأنه البرنامج الانتخابي برنامج انتخابي ليس على أساسه، يعني ليس على أساسه ينتخب، يعني مازال ما وصلناش أنه كي قال الأستاذ أنه مثلا لو كنا في بلد له هذه الرؤية السياسية بالنسبة لمجتمعه لكان تصويتا عقابيا كيبان. لأن لا احنا ما ننتظروش هذا الشيء، إذا خص مواطن ربما كيف يكون واعي، احنا عندنا تصويت اللحظة وفق السياق اللي غيكون سياق دابا عامين، غيكون واحد السياق وطني وسياق اقليمي واعتبارات اخرى، والناس كتنسى وتتدخل امور اخرى، ويمكن عاود واحد الحزب اللي فشل انه يدبر العمل الحكومي هو اللي غادي يولي هو اللي في المقدمه. الاحزاب اللي تقود الحكومه اليوم تتولي اكبر معارض للحكومه في اللحظه الانتخابيه. نعم، الكل يتنصل من مسؤوليه التدبير. احنا الدوله الوحيده اللي ما يمكنش يتطبق عليها منطق انهاك السلطه، يعني سير شحال ما بغيتي ومع ذلك ما تأثرش. في الدول العالم تدوز 5 سنين ضروري تمسك هاد المعضلة ديال إنهاك السلطة، بمعنى بعض القرارات اللي غتكون تخطيها سلبية اللي غيكون عندها تأثير على مستوى الانتخاب. نعم، حنا ما عندناش هادشي، حنا الحكومة غتولي أول معارض في اللحظة الانتخابية، وتبدل الخطاب ويولي الخطاب ديال ما خلونيش والتحكم والجهات وما نعرف شنو، هذا هو الخطاب. وغادي يعاودوا يسوقوا نفس المنطق، يمكن يعاودوا نفس الخطاب ونفس الشعارات لنصل الى نتائج. هو الدور ديال المواطن اليوم، المواطن اللي ما كيمشيش يصوت وما كيختارش، هذا المشكله، هذا المشكل، الكتله الصامته كيف ما قلت. شكرا استاذ عمر شرقاوي الاستاذ المحلل السياسي، شكرا استاذ محسن اداري استاذ الجغرافيا السياسيه، شكرا على الحضور، شكرا مشاهدينا على المتابعه، نلتقي الاسبوع المقبل في لقاء جديد من برنامج السلطه الرابعه، الى اللقاء.